أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. سوف نكون على مدى 24 حلقة من هذه السلسلة الجديدة من بودكاست الملف الاستراتيجي مع سعادة الدكتور طلال أبو غزالي. الاسم غني عن التعريف، لكن الخبرة كبيرة وكبيرة جدا، والمعرفة أكبر، وكل هذا سوف نتناوله في هذه الحلقات بما يفيد الشاب العربي الطامح لتغيير مستقبله نحو الأفضل. خبرة أخذت من تجربة السنين وتعب السنين والريادة والطموح والحلم الذين تمتع بهم شخص طلال أبو غزالي، بما أوصله إلى العالمية بكل معانيها كواحد من أهم الشخصيات العربية والعالمية في عالم اليوم. نتطرق في هذه السلسلة إلى كل ما يهم الإنسان والشاب من معاني أخلاقية وعملية تساهم في صناعة مستقبله دائما نحو الأفضل بإذن الله.